مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي طلاب الصف العاشر، مع درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات، نبدأ درس اليوم مراجعة على وحل التدريبات على الوحدة الأولى قسم الجغرافيا. إن شاء الله عندنا عايزين نعرف بعض المعلومات أو نسترجع بعض المعلومات اللي درسناها خلال الأسابيع الماضية. نحدد أشكال سطح الأرض الصحراوية والساحلية الموجودة في دولة قطر، وأيضا نستنتج العوامل التي ساعدت على تشكيل المنخفضات، ونوضح العوامل المؤثرة في مناخ دولة قطر، وأيضا نتعرض لأنواع النبات الطبيعي الموجودة في دولة قطر. نبدأ أولا، أمامنا صورة تشمل بعض الأشكال الطبيعية والصحراوية والساحلية أيضا التي توجد في دولة قطر. من هذه الأشكال عندنا المنخفضات. ما تعريف المنخفضات؟ هي عبارة عن أجزاء من سطح الأرض يقل مستواها عن مستوى الأجزاء المحيطة بها من معظم الجهات. المنخفضات هي أرض منخفضة عما حولها يا شباب، من معظم الجهات. ما العوامل التي ساعدت على تشكيل المنخفضات في دولة قطر؟ تعرضنا لهذه المعلومة الهامة فيما قبل. عندنا عدة عوامل، منها أول شيء الصخور، وفرة الصخور الجيرية أو الحجر الجيري، والشقوق الموجودة بين الحجر الجيري، وأخيرا الأمطار الغزيرة. طيب، سؤال اختياري يراجع على بعض أشكال الداخلية أو الصحراوية، عبارة عن كهوف أرضية انهارت الأجزاء العليا منها فكونت فتحات على سطح الأرض، هي الدحور. نعم، قارن بين الدحور والخرسية من حيث التعريف والأمثلة. نقطتين هنا نريد نقارن فيما بينهما. أول شيء، الدحول هي كهوف أرضية انهارت الأجزاء العليا منها، هي ظاهرة لنا على سطح الأرض مثل دحل الحمام ودحل المظلم ودحل المسفر. أما الخرسيع فهي كهوف مخفية تحت سطح الأرض وتوجد في منطقة الخرسعة غرب دولة قطر. طيب، نذهب إلى نقطة أخرى وهي أشكال سطح الأرض الساحلية الموجودة في دولة قطر، بعض الأمثلة لها. عندنا عدة أشكال تعرضنا لها، منها الفشوت والجزر، وأيضا السبخات والرؤوس الأرضية، أيضا الأخوار والخلجان، وأخيرا الشواطئ الرملية. تعالوا نتعرف على بعض الأسئلة على هذه الظواهر. تعد من أشكال سطح الأرض الساحلية في دولة قطر، هل الخرسية أم التلال أم المنخفضات أم الفشوت؟ الخرسية والتلال والمنخفضات كلهم أشكال صحراوية وليست ساحلية، لا توجد على السواحل. أما الفشوت فهي الإجابة الصحيحة، الفشوت هي عبارة عن صخور مرجانية في قاع البحر أو في على الشواطئ. عدد أربعة من أشكال سطح الأرض الساحلية في دولة قطر. نقدر نقول الفشوت صح، الأخوار، الجزر، الخلجان، هناك الشواطئ الرملية أيضا، إجابات صحيحة. طيب، نفتح مع بعض الكتاب صفحة 29. السؤال الأول اختياري، نحاول نجيب على الأسئلة الموجودة في الكتاب مع بعض يا شباب. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. تقع دولة قطر في منتصف ساحل الخليج العربي من الجهة، طبعا الإجابة الشمالية الشرقية الجنوبية الغربية، الإجابة هتبقى الغرب. ترتبط دولة قطر بحدود برية مع دولة الإمارات أم إيران أم السعودية أو البحرين؟ الإجابة الصحيحة السعودية. تبلغ مساحة دولة قطر، طبعا عندنا مساحات مختلفة، الإجابة الصحيحة 11610 كيلومتر مربع. أي من الأشكال الآتية عبارة عن طية مقعرة؟ طية مقعرة يعني تهبط إلى الأسفل، طبعا ممكن تغطيها المياه. طبعا الإجابة هنا تلال بروق، رأس بروق، سبخة الخفوس، دوحة الحصين. الدوحة الوحيدة هنا هي اللي فيها مناطق مائية، إذا الإجابة الصحيحة دوحة الحصين. تشكلت المنخفضات في دولة قطر بفعل، ما العوامل التي شكلتها؟ هنا درسنا عوامل كثيرة، منها الأمطار، إجابة صحيحة. طيب، في صفحة 30 شباب، الخلجان والدوحات، ما الفرق بينهما؟ طبعا الخليج عبارة عن ألسنة من مياه البحر تتوغل في اليابس من فتحات واسعة. الدوحات انثناء لساحل البحر على شكل مقوس أو شبه دائري، هذا هو الفرق بين الخليج والدوحة. طب ما الفرق بين الدحل والخرسعة أو الدحول الخرسية؟ الدحول كهوف أرضية انهارت أجزائها العليا، نراها نعم ونشاهدها، وخطر طبعا ممكن تسقط فيها سيارات أو شخص يقع فيها نعم. الخرسية كهوف مخفية تحت سطح الأرض، لا تظهر لنا أو لا تظهر أمامنا.
السؤال الثالث، عرف المصطلحات الآتية: السبخات، الأودية الجافة، الشواطئ الرملية، التركيب الجيولوجي. السبخات طبعا تعرفنا عليها قبل ذلك، أراضي منخفضة مغطاة بطبقة ملحية، طبعا لا تصلح للزراعة، نعم. الأودية الجافة هي عبارة عن مجاري مائية تم حفرها بواسطة الأمطار في العصر المطير ثم جفت فيما بعد. الشواطئ الرملية هي إرسابات رملية أرسبتها التيارات البحرية والأمواج طبعا على الشواطئ أمام سواحل دورة قطر، تمتلئ بهذه الشواطئ الرملية. التركيب الجيولوجي هو عبارة عن طبقات صخور القشرة الأرضية. دراسة الجيولوجيا هي معناها علم طبقات، أو علم دراسة طبقات صخور الأرض. السؤال، أو ما زلنا في صفحة 30 عندنا شباب، صفحة السؤال الرابع: بما تفسر امتلاك دولة قطر أكثر من 700 كيلو متر من السواحل؟ الإجابة طبعا ببساطة، لأنها شبه جزيرة وكثرة التعريج في سواحلها. طب لماذا، أو بما تفسر صلاحية الروضات للزراعة؟ الإجابة بسبب وفرة المياه الجوفية وخصوبة التربة فيها. انتهاء أغلب الأودية الجافة في دولة قطر إلى المنخفضات، لماذا لا تنتهي إلى البحار أو إلى السواحل البحرية؟ طبعا لأنها قصيرة، قلة المياه المتدفقة من سقوط الأمطار فيها ما استطاعت أن تحفرها كاملة إلى البحار. ننتقل إلى صفحة 31 عندنا شباب، أيضا ما تفسيرك لتشكيل المنخفضات بدولة قطر؟ درسناها منذ قليل، الأمطار الساقطة على الصخور والصخور الجيرية والشقوق فيما بين الصخور. طيب بما تفسر أهمية دراسة التركيب الجيولوجي، لماذا؟ ما الفائدة من دراسة التركيب الجيولوجي في دولة قطر؟ الإجابة عندنا معرفة أماكن النفط ومعرفة أماكن المياه الجوفية. السؤال الأخير هنا رقم 6، ما أهمية الفشوت؟ لما تفسر الفشوت هامة لماذا؟ الإجابة لأنها مقصد للسياحة أو مصايد للأسماك وأيضا حماية الشواطئ. ننتقل لصفحة 31 عندنا شباب، السؤال الخامس، عندنا مجموعة من الأشكال نصنفها حسب الجدول لأشكال صحراوية وأشكال ساحلية. نبدأ برأس أبروخ، تعرفنا أن الرؤوس كلها عبارة عن امتداد لليابس في الماء، إذا هي توجد على السواحل، فالإجابة الصحيحة طبعا رأس أبروخ في الأشكال الساحلية. دحل المسفر، الدحول توجد داخل الصحاري، إذا دحل المسفر شكل صحراوي. خور الهديد، الأخوار عرفنا أنها امتداد المياه في داخل اليابس من فتحات ضيقة، يبقى الأخوار على السواحل، إذا توجد في المناطق الساحلية. الفشوت أيضا في قلب المياه البحر، تتكون من مرجان وصخور مرجانية، إذا هي في المناطق الساحلية أيضا. الروضات هي أراضي خصبة توجد في قلب المناطق الصحراوية في داخل دولة قطر، هذه توجد من الأشكال الصحراوية. الكثبان الهلالية كذلك صحراوية. سبخة الدخان أيضا توجد على قريبة من السواحل، سبخة الدخان مناطق ساحلية. جزيرة حالول أيضا من الأشكال الساحلية. طيب ننتقل لخريطة لدولة قطر، توجد عليها بعض الأشكال كما ترون أمامكم، سبخات وتوجد فيها تلال وروضات وغيرها من الأشكال الساحلية وأشكال الصحراوية. عندنا سؤال، هذا في صفحة 32 يا شباب، عندنا سؤال، الرمز الذي كان يوجد على الخريطة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى التلال القبابية، ومثال لها تلال دخان. هذه الرمز عندنا هنا يشير إلى الكثبان الهلالية، نعم، أو الطعوس، وهذه أمثلة لها عندنا تلال مسيل. أيضا هذا الشكل يشير إلى السبخات، والسبخات عندنا سبخات متعددة وكثيرة، سبخة الخور، سبخة الذخيرة، سبخة بسعيد، سبخة دخان، عندنا كثير. سبخة الخفوص أيضا موجودة عندنا داخل الخريطة القطرية. طيب ننتقل الآن إلى عنصر آخر أو عامل هام من هدف آخر من دروسنا، وهو نتعرف على العوامل المؤثرة في مناخ دولة قطر. درسنا ثلاثة عوامل تؤثر في دولة قطر: الموقع بالنسبة لدوائر العرض، و أيضا درسنا الموقع الجغرافي، وأخيرا درسنا التضاريس كشكل من عوامل تؤثر في دولة قطر، في مناخ دولة قطر. بالنسبة للموقع الموقع بالنسبة لدوائر العرض، قطر تمتد بين دائرتي عرض 24 درجة و27 دقيقة إلى 26 درجة و10 دقيقة شمالا من شمال الكرة الأرضية. هذا أدى إلى وقوعها ضمن الإقليم الصحراوي، يتميز بدفئه شتاء وشدة حرارته في الصيف. الموقع الجغرافي والمؤثرات البحرية، يسود مناخ دولة قطر المناخ القاري وشبه الجزيرة، يعني شبه جزيرة قطر يسودها المناخ القاري، هذا بسبب اتساع كتلة اليابس في شبه الجزيرة العربية.
مقارنة بحجم المسطحات المائية، وهو يقصد به الخليج العربي. الخليج العربي ذراع ضعيف جدا بالنسبة مقارنة بشبه الجزيرة وضخامة المساحة اليابس، فلا يؤثر في مناخها. أخيرا التضاريس يغلب على سطح دولة قطر صفة الاستواء عدا تلال دخان، ويقتصر تأثير التضاريس في المنخفضات والروضات والمناطق المحيطة بها. عندنا سؤال، تقع دولة قطر ضمن نطاق الإقليم؟ طبعا احنا يعني تعرفنا على هذا السؤال، مناخ حار جدا ونادر المطر، ويعتدل شتاء المناخ الصحراوي. ما العوامل المؤثرة في مناخ دولة قطر؟ تعرفنا على ثلاثة عوامل لابد من حفظهم جيدا: الموقع بالنسبة لدوائر العرض، وأيضا الموقع الجغرافي والمؤثرات البحرية، وأخيرا التضاريس. سؤال هنا يقيس يعني تفكير عميق، ماذا يحدث لو كان الخليج العربي في حجم البحر المتوسط أو عمقه؟ ماذا يحدث شباب؟ نفكر قليلا، هل درجات الحرارة تستمر كما هي؟ هل الأمطار كما هي؟ هل الأراضي الزراعية كما هي؟ طبعا تختلف كل هذه اختلافات تامة عن وضعنا الحالي، لكن تغير المناخ وتبدل وزادت الأمطار وانخفضت درجات الحرارة. طيب عندنا درسنا أيضا خلال الوحدة الأولى في الجغرافيا الحياة الفطرية، وتعرفنا عليها تنقسم إلى النبات الطبيعي والحيوانات البرية. وهو النبات الطبيعي تعرفنا عليه هو النبات الذي ينمو طبيعيا بقدرة الله عز وجل دون تدخل من الإنسان، وكذلك الحيوانات البرية هي التي تتكيف تلقائيا مع ظروف الجفاف وأيضا الإنسان لا يتدخل فيها، إنما تدخل لحمايتها فيما بعد. أنواع النبات الطبيعي عندنا بعض الأشجار وبعض الصور التي أمامك تشير إلى هذه النباتات. الصورة التي في الأعلى تشير إلى النباتات الحولية أو غير الدائمة، نباتات تنمو مباشرة بعد سقوط المطر ثم تموت بعد انتهاء الأمطار. عندنا في الأسفل بعض الأشجار، وهذه أشجار دائمة تسمى نباتات معمرة، أشجارها دائمة، جذورها عميقة تتحمل الجفاف. هذه طبعا جذورها تمتد في باطن الأرض كي تحصل على المياه لأنها لا تنتظر المطر. في كتابنا صفحة 51 يا شباب، نفتح الكتاب صفحة 51، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. تصنف رياح الكوس في دولة قطر ضمن الرياح، طبعا نركز هذه رياح محلية. ترتفع درجة الحرارة في دولة قطر إلى أعلى معدلاتها. قطر تكون حر في شهر، طبعا يوليو حر وأغسطس، لكن أكثر الشهور طبعا شهر يوليو. من نباتات الروضات عندنا، طبعا نباتات دائمة أكيد لأنها نباتات أرضها خصبة ومليئة بالمياه، نباتات السمر. يقتصر تأثير الخليج العربي في مناخ دولة قطر على عنصر الرطوبة الوحيد الذي يؤثر سلبا، أنه يرفع نسبة الرطوبة وبخار الماء في الجو داخل دولة قطر. تنمو نباتات السبخات في دولة قطر مثل نباتات تحمل الملوحة، نبات القرمصح. أيضا عندنا صفحة 52، نقلب الورقة في الكتاب. عندنا النباتات الحولية يا شباب، نريد تعريفها. النباتات الحولية تعرضناها منذ قليل، تنمو بعد موسم سقوط الأمطار ثم تموت بعد انتهائها. المياه الجوفية هي مياه توجد تحت سطح الأرض على أعماق مختلفة، منها سطحية ومنها عميقة. المياه المحلات هي عبارة عن تحلية مياه البحر، وهي المصدر الأول للمياه في دولة قطر. طيب ننتقل للشريحة التي بعدها. عندنا اذكر المفاهيم الدالة على العبارات الآتية: أشجار تتحمل الجفاف، جذورها عميقة مثل السمر والسدر. هذه أشجار نباتات معمرة ونباتات دائمة، صح. النبات الذي ينمو بقدرة الله دون تدخل الإنسان هو نبات طبيعي. ما هي النباتات الحولية؟ تعرفنا عليها أكثر من مرة الآن، تنمو مباشرة بعد سقوط المطر ثم تموت بعد انتهاء الأمطار. قارن بين النباتات الحولية والنباتات المعمرة من حيث طول الجذور والعمر. هذه يا شباب هذا السؤال أيضا يحتاج لتفكير. النباتات الحولية طبعا جذورها يا شباب سطحية، تعتمد على الأمطار التي تسقط عليها في وقتها وتموت، عمرها قصير، تموت بعد انتهاء الأمطار. أما النباتات المعمرة جذورها عميقة، عمرها طويل يمتد لعشرات السنين. ننتقل الآن للكتاب لصفحة 52 مرة أخرى، نجيب على السؤال الثالث، وضح أهمية الآتي: مياه الصرف الصحي المعالجة في دولة قطر. مياه الصرف الصحي تفيد في ري الأراضي أو بعض الأراضي الزراعية والحدائق، وكما أنها تفيد أيضا في تخفيف من استهلاك المياه الجوفية وتقلل التلوث البيئي. المياه المحلات هذه تواجه النمو السكاني
وأيضا تغطي احتياجات السكان وتنفذ المشاريع الكبرى، المشاريع العمرانية والسكانية. النبات الطبيعي بدولة قطر، ما أهمية النبات الطبيعي؟ درسنا مع بعض حوالي 7 فوائد للنبات الطبيعي، منها منع الشواطئ من التآكل، حماية الشواطئ إجابة صحيحة، مصدات للرياح، تثبيت التربة، الرعي، وأيضا استخدام النبات هذا كوقود وكأعشاب لعلاج بعض الأمراض عند الإنسان والحيوان أيضا. ما أهمية أوضح أهمية تنوع الخصائص الطبيعية في دولة قطر؟ أرض قطر فيها كثير تمتلئ بأشكال طبيعية مختلفة، ما فائدة هذا التنوع؟ طبعا سهولة الحركة وإقامة العديد من شبكات الطرق المختلفة وإنشاء المواني والأنشطة الترفيهية، تنشيط السياحة، الحفاظ على التوازن البيئي في الدولة. هناك بعض الدول يا شباب تمتلئ بالجبال، في صعوبة شديدة جدا في الحركة وصعوبة في مد الطرق. أرض قطر أرض سهلية، من خصائصها الطبيعية أنها أرض منبسطة تكون مستوية أو شبه مستوية، هذا يسهل فيها الحركة ويسهل أيضا إقامة وشق الطرق فيها وإنشاء المواني على السواحل، والرؤوس المنتشرة أيضا تساعد في الصيد وإقامة محطات تحلية المياه وغيره. هذه نقاط مهمة بفائدة تعود على قطر من تنوع الخصائص الطبيعية للدولة. السؤال الرابع عندنا شباب في صفحة 52، عندنا عدد المشكلات التي تتعرض لها أحواض المياه الجوفية في دولة قطر. أول شيء أو أول مشكلة الاستهلاك الجائر، نستهلكها بطريقة كبيرة جدا قد يقضي عليها. انخفاض منسوب المياه في باطن الأرض، وأخيرا ارتفاع ملوحة المياه، وأيضا اختلاط المياه الجوفية القريبة من الساحل بمياه البحر. ننتقل لصفحة 53، عندنا خريطة بسيطة ولكنها واضحة وجميلة تشير إلى بعض المحميات الموجودة في دولة قطر. عندنا 5 محميات، ناخذ أمثلة كأمثلة لنا. نبدأ بمحمية الريم، هذه محمية للغزلان. رقم 2 محمية على اسم المدينة التي تقع قريبة منها عفوا، محمية الذخيرة، نعم، وهذه للأشجار القرم الموجودة هناك. رقم 3 عندنا محمية للثعالب، توجد هنا في رقم 3، محمية إيش؟ الخور العديد أو العديد، صح. أيضا عندنا محمية رقم 4، محمية ممكن الطالب يجيب لي أريق، صح، وممكن الإجابة الأصح منها مسحبية، إجابة صحيحة للغزلان. وأخيرا محمية الشحانية موجودة عندنا في رقم 5. طيب ننتقل الآن للسؤال السادس، صفحة 53 في أسفل الصفحة عندكم. مياه الحوض الجوفي الشمالي والجنوبي بدولة قطر، نقارن ما بينهما، هل يختلفان؟ نعم، حوض الجوف الشمالي مياهه جيدة، تصلح للزراعة، هي مورد رئيسي للمياه الجوفية، قليلة الأملاح. أما الحوض الجنوبي فترتفع به نسبة الأملاح، لا يصلح للزراعة، واستخدامه هذه الأحواض الجنوبية استخدامها خطر على التربة. الرياح العكسية والرياح المحلية، الرياح العكسية عندنا تهب في الشتاء وهي ممطرة وباردة واتجاهها شمالي وشمالي غربي، تأتي من عند البحر المتوسط. أما الرياح المحلية يا شباب وتسمى رياح الكوس، تهب في الربيع والصيف وهي حارة رطبة تثير الغبار والأتربة، وهي جنوبية شرقية. السؤال السابع، ننتقل الآن لصفحة 54 عندكم. السؤال السابع يقول: بما تفسر التأثير المحدود للخليج العربي في مناخ دولة قطر؟ التأثير المحدود طبعا عرفنا لسببين: صغر مساحته وقلة عمقه. يعد فصل الصيف أشد فصول السنة حرارة في دولة قطر، طبعا لتعامد الشمس على مدار السرطان وتركز أشعتها على نصف الكرة الشمالي. اتجاه دولة قطر لتحلية مياه البحر، لماذا قطر تنشئ محطات تحلية بتكلفة عالية جدا لتوفر مياه عذبة؟ لماذا يا شباب؟ طبعا زيادة السكان أو النمو السكاني وتنفيذ المشروعات التنموية اللي هي العمرانية وغيرها، وفرة مصادر الطاقة مثل الغاز أيضا يساعد في بناء هذه المحطات التي تشتغل بها. عندنا صفحة 54 يا شباب أيضا السؤال الثامن: ما الفرق بين الأمطار الإعصارية وأمطار العواصف الرعدية؟ الأمطار الإعصارية هي تسقط بسبب المنخفضات الجوية التي تمر على قطر قادمة من البحر المتوسط في الشتاء والربيع. العواصف الرعدية تسقط أيضا بسبب المنخفضات الجوية قادمة من البحر المتوسط ولكن أيضا من السودان، وتأتي في الخريف والربيع. طب ما الفرق بين النباتات الحولية والنباتات المعمرة؟ النبات الحولي درسنا قبل ذلك، هي تنمو بعد سقوط المطر مباشرة وتموت بعد ذلك بعد الجفاف. وأما النباتات المعمرة فهي أشجار دائمة جذورها عميقة تقاوم الجفاف. عندنا شكل آخر عندكم في صفحة 55، خريطة
ويريد منك تحديد عليها الرياح المختلفة الآتية: رياح التجارية، رياح الكوس، الرياح العكسية. هذه الأسهم وضعت على هذه الخريطة يا شباب، تحدد لك أين تقع هذه الرياح. طبعا الرياح التجارية تقع على رقم 1، رياح شمالية، شرقية وشمالية. رياح الكوس تعرفنا عليها، هي رياح جنوبية وجنوبية شرقية. وأخيرا الرياح العكسية هي رياح شمالية وشمالية شرقية، تأتي من عند البحر المتوسط. هذه إجابة آخر سؤال عندنا في الوحدة، أو في مراجعات وتدريبات الوحدة الأولى من الجغرافيا. نراكم إن شاء الله في دروس قادمة، وجزاكم الله خيرا ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.